السلام عليكم البنات، كي راكم لاباس؟ غايه اليوم جيتكم بوصفه كيف نقولوا حنايا اقتصاديه، غير باللي ليغوم محشيه بال كسموهم محشيه بالرز. راكم تشوفوا هنا عندي الطرشيه، قرعه بطاطا، البصل، الرز، وهنايا الحشيش. الحشيش لازم يكون المعدنوس والقزبر والشبت. راكم هذا الشبت، هذا هو السر نتاع اللي يقوم بيجيكم مبني. لازم هذا الشبت، هذاك الاخر اللي يجي هذيك الشعر اللي يجي تاع البسباس. فوالا هنايا درت، قطعت البصل والكسموه والمعدنوس والقزبر والشبت، ودرت معاهم حبه تاع طماطيش مسكرفجه، وشوية تاع طماطيش تاع المصبرة هيا، ودرت فيها زيت الزيتون وال كسموهم لي زيبيس، درت الحرور وراس الحانوت والسكنجبير، هذه هي، والملح بطبيعة الحال والملح. هذا كان زيت الزيتون اللي قلت لكم. طبعا هاي الطماطيش مصبرة فاني هيا، وخلطي كاع كلش مليح مليح، أو زيت الزيتون. ومن بعد ديجا أنا ديجا هنايا يعني بديت بديك الحمراء اللي زدت لها. وكي تعمرو لي ليغوم تاعكم متعمروهمش قوي، باسكو من بعد الرز ينتفخ هيا ويخرج لكم كاع من ليغوم تاعكم. هنايا يعني عمر في القرعة لي الكورجات، حنا عندنا الكورجات هذه اختاريت هذه المدوره، سينا تقدروا ديروا بالكورجات هذيك وتقسموها على ثلاثه، الا كانت كبيره تقسموها على ثلاثه وتخوها وتعمروها. وهنايا هذو دي ميني بوافرون عندنا حنا هنا يتباعوا، كاين في بصح ما كاش في الاخضر، كاين فيهم غير الصفر والاحمر. هذه هي، ودرت معاهم البطاطا فان، هذه البطاطا هاي نعمر فيها. هي وجبة اقتصادية، ما فيها والو، ما فيها لا لحم لا والو، فيها غير الخضار. الخضار هذو راه متواجدين دروك هيا، بالحراشة. وما تنساوش نأكد لكم على الشبت اللي هي لانات، اسمها بالفرنسي لانات، هي الشبت هذاك اللي وريتكم تاع البسباس، الشعر هذاك تاع البسباس، هذيك هي السر في هذاك باش البلا يجيكم بنين. هذه هي، راني نكملهم كاع كينيا، نكملهم هذي. وحوست على الباذنجان، بغيت فيها ندير معاهم الباذنجان هذاك الصغير، مي حوست عليه مكانش مضار يجيبوه، واليوم كي رحت حوست عليه ما صتوش. نصيب غير هذاك الباذنجان ذاك الكبير، غير الباذنجان الكبير ما يجيش باش تعمريه، قوي كبير بزاف. هذه هنا يعني كملت هيا، ونروح باش من بعد نجيو نديرو العقده لاصوص، هذيك اللي يطيب فيها اللي يطيبو فيها الخضره. هنا يعني درت حبه ونص تاع طوماطيش، هنا يعني قطع في الثوم. هنايا لا لاحظتو، هنا درت الثوم، ما درتش البصل في لافاخس، درت البصل هنايا واحده تاع جامبو، ولا تاع احنا نقولها تاع جامبو تاع دجاج. وهنا راني درت معدنوس والقزبر، راني نقطع فيهم. سما كيما درت في العقده او في لافاخس، ندير فيها هذه لاصوص اللي يطيب، اللي يطيبوا فيها الخضار. هيا دوك نجيب الاخر، الملح. هيا من بعد ندير السكنجبير، الحرور، راس الحانوت، نفس الشيء اللي درتو في لافاخس نديرو هنا في لاصوص. هاديك هي، هاي هو الطوماطيش مصبرة فاني، ومن بعد زيت الزيت فاني، زيت الزيتون، هاهو زيت الزيتون. هيا ومن بعد نطحنو الكل كامل. ومن بعد هنايا بعد ما طحنت كلش،
انا جبت في طاجين وراني ندير فيه زيت الزيتون، انا وراني داير النار شويه متوسطه. ايام بعد نجيبو هذيك اللي طحناها، هذه كما كنتو تشوفوها هي بعد ما طحنتها، نحطها نجيبها نديرها في هذاك الطاجين. هذه هي لاصوص اللي راح يطيبوا فيها هذوك الخضار، هذيك هي فوالا. ونحركو سي نورمال فوالا. وعلى الجهة الاخرى راني دايره الماء يغلي، باسكو باش من بعد نديرو الماء، نديرو الماء هنايا شليت الاخرى حاجه ما تضيعش عليه هكا، باش كاع البنه راهي في الفون. ايوا ومن بعد روح جبت لا بويوار، كنت دايره الماء يغلي، راه يغلي ديجا. هنايا ونفرغو هنايا، فوالا هاهو الماء ما غالي. والماء ديرو على حساب لي ليغوم لي عندكم، الا عندكم قاوي ديرو الماء قاوي باش يطيبو كاع، و الا كان عندكم ليغوم ماشي قاويين وسي ما تقاوش الماء هكا باش ما تجيكمش صامطه. ايا من بعد كي درت الماء زدت سي نورمال، درت الماء زدت زوج مغارف صغار تاع طوماطيش مصبره كما كنتو تشوفو، وزدت شويه تاع ملح. حركو مليح باش هاد الطوماطيش تذوب. هيا راني درت شويه تاع ملح، يجي داك الماء لي زدتو باسكو ما صامط سي نورمال، زيدو شويه تاع ملح. هيا و من بعد بديت نستف في لي ليغيم كيما تبغو، تبغو ديرو مواقفين كيما انا هاكا وريتلكم من اللولة، درتها واقفه كيما راكم تشوفو. لا لا رقدتها باردون، درتها لونجي والاخرى خليتها واقفه. من بعد نتوما الاختيار لكم، تبغوا توقفوهم تبغوا ديروهم الونجي كيما ظهر لكم. وهذا الصغار ما يوقفوش، هذا اوبليجي لازم ديروهم هكا راقدين باسكو ما عندهمش كيف يوقفوا صغار بزاف. فوالا راني ستف هذا البافون الكبير، درته في الوسط فوالا. هيا وهذو لي وهذه البطاطا، هذا البابا وهذه التالية البطاطا هاكا. من بعد كي يغلي خلي حتى يغلي سواسوا، نغطو عليه ونقصو النار، نخلو النار شوية ما تخلوهاش قوي قوي بس سينو يقال داك الرز يخرج لكم. انا قرعه غير تغلي ونقص عليها ونغطي ونخليها طيب في غطا فوالا. وهنايا راني راح نطيب هذيك لافارس، بقات لي لافارس هذيك اللي تبغاكم شوفوا كيف ديروا لها تدبيره هايله. ديروا زيت الزيت اللي ما بغيتو، انا درت زيت الزيتون، وديروا هذيك لافارس كاع اللي بقات كما راكم تشوفوا، يعني فرغتها كاع في الكاسرول هنا. ومن بعد ديري عليها فانيك الماء غالي، دير عليها الماء غالي هيا، وخليها الماء حتى تغطي كاع الروزه، تغطي كاع الروز هيا، وخليها طيب. كي تغلي نقصي لها، انا كي غلات نقص خليت لها خليتها على دو هيا، وخليته يطيب في غرضه. انا نحرك فيه هنايا باش يشرب هذاك الزيت فوالا. هيا هنا رحت نجيب الماء، ها هنا ماء غالي يوسي فوالا. هنا حركي كاع خلطي كاع الماء يدخل كاع كاينه باغتو. هيا هنا سمحولي بطيت عليكم شويه باسكو رحت نجيب البلاع باش نبلع الكسرونه، هاديك هي باش خليها يطيب في غرضو
سي بور سا بدات شويه. هاي هاني جيت، هاني جبت لكم البلاع، ها هي غطوا عليه وخلوه يطيب. فوالا هاني خليت عليه وخليته يطيب. هاي هنايا من بعد ما فاتت واحد 20 مينوت 30 مينوت ا بوبري، ها شوفوا كما كيف طاب كاع، كنا الاخر تاعي وتجمر، ها اللي اليوم تاعي كاع طاب وتجمروا. راكم تشوفوا دوك نوري لكم فين كان الرز كيف طاب. ها الرز فين كان طاب هايل، طاب مزربه حبه بحبه وجا بنين، وديك الريحه تاع ماشي تاع لي زيبيس، الريحه تاع تاع لانات تاع الشبت والقصبر المعدنوس هايله. فوالا هاني درت لكم في صحن التقديم، هذا هو جد راكم تشوفوا، هذا هو وجا بنين والريحه تاعو ما نقولكمش. هذه هي وهاو الرز، والرز الاخر هذاك اللي يبقى لي الحشوه اللي بقات هاي من هي، شوف كيف عطا فان بيان والريحه تاعو فان هايله. هاي وصفه اقتصاديه كاع الناس تقدر ديرها، ماشي شرط اللحم، اللحم بدلو شويه وما هكا لي ليفيو مع الرز. هذيك هي جات هايله، هذاك انا جيت باش نقسم لكم وتشوفوا كيف جات. هاي من هي نقسم لكم الفلفلة كيف جات، جات طيبة، جات تذوب في الفم. هاي من هي هاكا نزيد نوصيكم الكورجات وسي، هاي من هي طابت بيان هايلة. هذه هي البنات، اش نقول لكم، الى عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وما تنساوش البارتاج، هيا وخلوا لي في التعاليق، خلوا لي في التعاليق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو اخر. سلام.